على سلامتكم جميعا الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم المنيو ان بو ديفيرون. اليوم باش نعملو منيو الكلي كا بريسك بواسون، باش نعملو شوربة حوت وباش نعملو بالروس. باش نعمل شوربة حوت، هوني عندي دوغات ورقة، دونك بالروس قصيت الروس هكايا. الروس مش نعملهم شربة حوت، وهذوكم الحوتين مش نعملهم في الفور ان شاء الله. باه نبداو بشربة الحوت. هوني اخذت طرف زيت كالعادة بالكويارة سوب. قداش عندك من نومبر دو فامي، ترمي عندك كل واحد على كل راس كويارة سوب، والا اذا كان مش تعمل هكا حاجة صغيرة هكايا، انا نرمي جينيرالمون 2-3 كويارة سوب. باه نزوز 3 مغارف زيت نباتي. باه رميت عليها بصله كبيره كبيره كبيره. المره هذه عملت البصل هكايا خاطر ما نحبوش يقعد لي من بعد ليك، خاطر هي سوب ما نحبوش يقعد لي من بعد خشين ياسر في السوب. دونك مش نقلي شويه البصل نتاعي ومن بعد ليك نفوحه ونراو مع بعضنا. كيما نشوفوا قليت البصل بالكدا بالكدا هنيا. باه باش نبدا نفوح. باش نرمي مغرفه قهوه طماطم حكه، فلفل اكحل، ثوم شايح، ايشالوت، جنجبر شويه، فلفل احمر، واخيرا كمون. مش نرمي عليهم شويه ماء، مش نرمي شويه ماء دافي. نرمي كعبه فلفل، عندي كعبه فلفل هكايا مش نرميها، ولا هذه التقلية متاعنا. دونك باش نحطوها تتقلى سلة سلة، ومن بعد ليك نشوفو شنو باش نعملو مع بعضنا. باه اونتر طون باش نتلهى بالحوت متاعي هنيا. الروس والواحد كيف كيف، خاطر مش نفوحهم كيف كيف دو لا ميم سورت. دونك اول حاجة رميتلهم شوية زيت، قطرة زيت، ورمي باش نرميلهم شوية فلفل اكحل، ومش نرمي عليهم شويه ابل، شويه كمون هكا، ابل شويه قارص، عصرت عليهم شويه قارص، ونخلطوهم هكايا ونحطوهم يتمارينيو مع بعضهم. القارص راهو مهمته، انا جربتها ينحي الريحه، معناتها ما يخليش الريحه وقت اللي برشا ريحه، وقت اللي تشويه ولا وقت اللي تطيب ولا حاجه. هذيك مهمه القارص. راهو عندنا هوني سيد قليت الصوص نتاعنا، تقليت بالكدا بالكدا. دونك باش نهز هذيك قديمي الفلفل، نحبوا ناكلوه هكاكا، ونهز شويه صوص باش يغطسوها بالخبز من بعد ليكا. فوالا هذه التقلية نتاعنا. باه اللي بقى تويكا مش ناخو هيك الماء هكايا، اللي مانيش باش نمرق برشا خاطر ما عندي لا كسكسي لا حتى شيء باش نسقي بيه. باش نعمل جوست للشوربه. دونك مش نزيد شويه ماء، فوالا هكا سي سوفيزون. تويكا نحطها على نار قويه، أبين يبدا هكا الكشكوشه تطلع، نرمي الروس الحوت يتيبوا، من بعد لك نحيهم، ومن بعد لك نرشوا الشربه مع بعضنا ان شاء الله. نرجع هنيا للبلام تاع الحوت نتاعنا. دونك شنو مش نعمل، انا خديت هنيا بصله، وخديت هنيا طومات هكايا قصيتهم رونديلات. باش نرمي البصل هكايا،
من اللوطه جوست باش يعطيني من بعد ليك البنين البنه معناتها نتاع البصل المشوي في الفور و اون بليس دو سا يكون وقايه اللوطه باش الحوت نتاعي ما يشدش في القاع. فوالا نعملو ناخذو بسم الله الحوت نتاعنا نعملوهم راس وذنب هنا نجرحوا الحوتة شوية وتو مش نزيد نصب عليهم هذيك الصوص اللي بقات متاع المارينات فوالا باش نزين زيد عليهم طماطم فوالا سهله مهله العمليه يدخل للفور انا نخليها قوي بالكدا سانسيرمون يدخل للفور لين يطيب الحوت ويخرج سي بون نغطيوها بالبابي الومنيوم هكا جوست لو طون اللي في الاول تطيب بالفابور نتاعها معناتها البابي الومنيوم راه ماهوش اون كونتاكت ديريكت خاطر البلا عالي ماهوش اون كونتاكت ديريكت مع الماكله دونك جوست جوست يطيب هكا الحوت وكل شيء ومن بعد ليك نحي باش يجمروا الكابيت نتقابلوا من بعد ان شاء الله هوني كيما نشوفوا الحوت نتاعنا طف معناتها الحوت نتاعنا طاب بالكدا بالكدا دونك شنو باش نعمل انا باش نحاول نهزو هكايا من غير من هاكا مازال شاد تروحو ما شاء الله انا طيبه فوالا بسم الله فوالا هذا مش نرجعو يغلي ودوباش اللي يبدا يغلي وانا نرش الشوربه تو نوريكم من بعد والحوت هذايا مش نحاول هكا نسبلو شويه شويه دونك باش من بعد ليك اخر حاجه من بعد ما نكمل نرش كل شيء وانا نرميه في الشوربه نتاعي دونك نرجع الشوربه نتاعي هذه تغلي هي تبدا تغلي وانا نرش الشوربه ان شاء الله دونك هوني كيما تراو الشوربه نتاعنا غليت توا مش نرش انا خديت هذه الفيرميسيل هذه باش كانها عرفت بعد ساعات انا احنا كي كنا في دار بابا كنا كانت ماما تعمل لنا المقرونه سباغيتي تقصوها تروف تروف دونك انا هذه سا رابيل ان تي بو ما نحبش نعمل مقرونه مي هيك شوربه فيرميسيل تمشي بالكدا بالكدا مع شوربه الحوت تعجبني بركه اثنين ثلاثة ونشوف نحرك ونشوف نورمالمون نزيدها شوية قتلي نرى في المغرفة نورمالمون يطلع لي فوالا هكايا وفيت عينكم ميزانكم فوالا ريتو يطلعوا لي شويه الشوربه سي بون دونك كي تعمل هكايا طلع يطلع لك الشوربه دونك سي بون باش ما تجيش لا عقده برشا
ولا تجي ما يعبرش معناتها تجي سافا قط قط سافا توا هذيك هاو نحطوا الشوربه تغلي على روحها وتطيب على روحها كل شيء يطيب على روحه وكل شيء حاضر سي بون سيي كملنا الطاوله نتاعنا كملت سيي دونك هذه سليطه خضراء هذه بلا نتاع الحوت نتاعنا دونك زدت عليه انا صمت عليه جوست كعيبات بطاطا عملت عليهم شويه كركم دونك ورميتهم فوق منه اخر لحظه دونك جاي وتقول عليهم تقول عليه مصلي حوت وهذه السوب نتاعنا حضرت فوالا بنينه ما نحكي لكم شو هذه طريف التقليه نتاعنا مع بيان سور الخبز توا ان شاء الله نهار اخر نعمل لكم الخبز هذايا بنين على الاخر هو خبز بطبوط اما هو انا نعملو فاصون مختلفه فوالا وكعيبات دقله هكا محشيين بالزبده راجلي يشتهي ديما نقول لكم راجلي يشتهي خاطر والله العظيم هو اللي يشتهي وحنا اللي نعملو هذاك علاش وعندنا هنية سيترونات وهذيك هاو الحمد لله يا ربي وهذيك هاو صحه شريبتكم وان شاء الله